السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المشاهدون الأكارم أينما كنتم، ومرحبا بكم في حلقتنا لهذه الليلة من برنامجكم العائلة. اليوم نحن في الحلقة قبل الأخيرة، في المواجهة قبل النهائية بين فريقين تأهلا من المرحلة الأولى إلى الثانية إلى الثالثة حتى وصل إلى هذه المواجهة قبل الأخيرة. المتأهل منهما سيواجه الأسرة التي تأهلت يوم أمس إلى المباراة الختامية. سنرى من سيكون معنا من هذين الفريقين في مباراتنا النهائية التي سنجريها بإذن الله تعالى يوم غد مع أسرة آل بحشوان والأسرة التي تتأهل من حلقتنا هذه. بالطبع لا يوجد في هذه الليلة خاسر إطلاقا، فمن يغادر سيغادر بربع مليون ريال يمني، ومن يتأهل سيخوض المنافسة مع أسرة البحشوان للتنافس على المليون ريال يمني. شكر خاص للراعي الماسي لبرنامج العائلة شركة بإمسية المحضار وشركاء التجارة المحدودة. شكر لكم أنتم أيها المتابعون معنا في هذا البرنامج على مدى حلقاته المختلفة ومواسمه المتعددة. سنبدأ مع أسرتي آل بلعجم وآل بسنبل بعد الفاصل. كونوا معنا في برنامجكم العائلة. مرحبا بكم جديد، ونرحب بأسرة آل بلعجم للمرة الثالثة ولا الرابعة؟ الرابعة. أهلا وسهلا بكم، وسعداء جدا بتواجدكم معنا. ونحن كذلك. الأخ ربيع والأخ فهمي والأخ محفوظ. أهلا وسهلا بكم، ومن جديد نرحب بكم في حلقة الليل، وإن شاء الله يكون تنافس جميل وأعصابنا باردة وهادئة إن شاء الله. ممكن في البداية نقول لكم أهلا وسهلا من العيد مرة أخرى. كذلك معنا أسرة آل بسنبل، أهلا وسهلا للمرة الرابعة كذلك. أهلا وسهلا، ما شاء الله شرفتوا معنا أبو بكر، ومعنا يوسف، ومعنا سالم. أهلا وسهلا بكم، يا حياك الله. أهلا وسهلا بكم ومن العيد مرة ثانية. وخلونا قبل ما نتعرف ونعيد التعريف للمشاهدين ناخذ أم أكرم. أهلا وسهلا عليكم. وعليكم السلام، كيف حالكم؟ طيبين مبسوطين، كلكم بخير؟ والله الحمد لله من العايدين. كل سنة وانتم طيبين إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. يلا صوتك لمن يا أم أكرم؟ صوتي للبلعجم. البلعجم أول خمس درجات البلعجم، إضافة إلى ما حصلتوا عليه من الواتساب، من عفوا من الفيسبوك والتويتر. منطقة اليوم أنا معانا حرفي الميم والنون يا أم أكرم. منخر. منخر وين هذه؟ عندنا في قدحورة قد القطن كذا. ما شاء الله، تحية لأهل منخر وتحية لك، شكرا جزيلا لك. إذا ممكن بس من باب التعريف نتعرف من جديد بشيء من الاختصار، تفضل ربيع. ربيع علي بكران بلعجم، من مواليد حوره، مديريه حوره وادي العين. اهلا وسهلا، حياكم الله. فهي محفوظ بلعجم، من مواليد حوره، واسكن حاليا في مديريه القطن. محفوظ محمد محفوظ بلعجم، من مواليد القطن. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بكم. وبرضه تذكير فقط على بسنبل. ابو بكر يسلم صالح بسنبل، من مديريه الدوعن، منطقه لقيرات. يوسف عمر صالح بسنبل، منطقة لقيرات دوعن. سالم أحمد يسلم بسنبل، منطقة لقيرات دوعن. أهلا وسهلا بكم جميعا، وإن شاء الله تكون اليوم حلقة جميلة ورائعة، لأنه مثل ما قلنا ما أحد اليوم مننا خاسر. المغادر سيغادر بربع مليون ريال إن شاء الله. ونأخذ أم عبد الله. كيف حالك يا عبد الله؟ السلام عليكم عبد الله. يا عبد الله، في إشكالية في الاتصال للأسف الشديد. عبد الله معنا؟ على كل حال نحن نعتذر على فكرة، الاتصالات مش عارف ايش اللي حصل لها في اليومين هذه. على كل حال اعطونا احنا يا البلعجم شوية كذا عن ما تتميز به حورة من عادات وتقاليد غير ايام العيد، يعني ايش اللي تشتربه في المنطقة مثلا؟ اولا ما شاء الله حورة فيها تكاتف، من ناحية لو فيه موت حصل تتوقف الاعمال في حورة تماما. اصحاب المدار ما يصرحون يبدرون، اصحاب البناء يوقفون. ليش؟ لأنه حصلت وفاة، يتساعدون يبحثون القبر بشكل طوعي، يعني بشكل طوعي أيوة. وتتوقف الأعمال، وما شاء الله الناس تتكاتف تعيش في اللحظة، سواء كانت فرح أو حزن. بالضبط بالضبط، تعيشون كأنهم فعلا عائلة
وأسرة واحدة. بالضبط بالضبط. نعم جميل. نعم. جدا هذا التكاتف والتآزر والتعاون. هذا ما يميز حورة عندنا ما شاء الله تبارك الله لحد الآن لهم سنين ما شاء الله. وإن شاء الله يستمر من الأجداد وإن شاء الله يستمر إلى أجيال وراء أجيال إن شاء الله. نعم. بإذن الله تعالى. ربيع تحدث عن الحزن ونسأل الله عز وجل أن يبعد عنا الحزن إن شاء الله تعالى. ممكن تحدث عن الفرح يا فهمي، الزواجات، المواليد، الأشياء هذه كيف تعيشها حورة؟ والله شوف أنا بحكم أنه يعني خلقت في حورة لكن أكثر وقتي عشت في أكثر عمري عشت في القطن. ما هي مشكلة. لكن أنا أكثر شيء يعني يشد انتباهي في حورة لما أروح يعني العمل الخيري هناك في حورة صراحة يعني مميز. يعني أنا أرى سبحان الله في تكاتف بين الناس، وكذلك يشد انتباهي من زمان حتى وأنا صغير كنت أقول لاحظ السلام، سلام كثير عندهم كلين يسلم سلام عليكم سلام عليكم. ممكن يكون لأنه في القطن مدينة وكذا ما يسلم السلام بينه. أنا هذا شدة، هذا من الأشياء اللي شدتنا من زمان وأنا صغير يعني شدتنا في حورة حقيقة. ما شاء الله. بإضافة إلى ما ذكر فهمي عندنا في الزواجات يبدون من أول ليلة يسمونها ليلة الهوك، أول ليلة هذه ليلة الهوك، وثاني يوم يوم الحراوة اللي هو يوم ذهاب العريس إلى بيت العروسة، يا أما يكون غداء عند أصحاب العروس أهل العروس أو يسوونه عشاء، وثاني يوم ثالث يوم عنده عند صاحب موجب. عن صاحب الموجبة العريس تكون الصبحة. بس الأيام هذه أو السنين هذه اختصروها لحكم الظروف المعيشية صاروا ما شاء الله وهذه بنقول أمور طيبة إن شاء الله. يكون كله في يوم واحد إن شاء الله. تركت شيء محفوظ ولا؟ طبعا تحدث عن أي حاجة عن البلد عن عادات تقاليد. أيوة عن بالنسبة للقطن زيارة الهدار يعني موسم سنوي في القطن. أيوة في القطن يعني كذا يكون يبسطون ويجون من كل مكان. متى تقام في شهر ايش؟ شهر جماد. جماد جماد الثاني. شكرا لكم يا البلعجم، شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات الجميله. وايضا نشوف الباسنبل ربما يتحدثون عن دوعن وابرز ما يميز دوعن، ولكن بعد ان ناخذ غازي. كيف حالك يا غازي؟ والله طيب الحمد لله. امورك بخير؟ الحمد لله بنعمه. اليوم معنا البلعجم ومعنا الباسنبل، صوتك لمن؟ البلعجم. البلعجم البلعجم يا غازي البلعجم يعطيك العافيه. طيب منطقه تبدا بالميم او النون؟ منوب. منوب وين هذه منوب؟ في مديريه القطن. في مديريه القطن. شكرا لك يا غازي. تفضلوا يا الباسنبل عن دوعن وابرز ما يميز دوعن، وما شاء الله دوعن كلها خصوصيات يعني. تفضل بك. اكيد بالنسبه للزواج عندنا طبعا هو يعني ليس مجرد مقارنه، ولكن ممكن حتى عن المعمار في دوعن، عن العادات، عن الجلسات، عن في الزواج. بالنسبه للزواج يتكاتفون الناس في يوم الزواج، يجون كلهم يعني الصباح في الذبح ولما الذبح والقدح. ايوه ويرشنون مع بعض يعني يساعدون يساعدون في بعضهم البعض حتى ينتهي الزواج. ايضا في الموت مثل ما ذكروا نفس العمليه، لو مات ميت يعني ينزلون الى المقبره يبحثون وكل حاجه يعني كله عمل خيري. خيري نعم. الناس كلها متكاتفه طبعا. تطوعي. ايوه تفضل يا يوسف. بالنسبه لعادة الزواج يعني الدقاقة يسمون دقاقة الهريس قبل يوم او يومين الناس يجمعون فيه زوامل فيه، ايضا الزامل الشعبي لا زال اليوم موجود في الزواجات يعني عادات عادة الحراوة بس حولها الصباح لما يقول العصر تلاقي النار لان الصباح. الصباح ايش اللي خلاها تحول للصباح مثلا؟ كل التكاليف يعني اختصار التكاليف لان العصر يجي تعزمون العصر يعني مو جبتين عند الصباح يكون غدا وفطر. أيوة. يعني غدا وفطر صباح غدا للناس كله. لكن نفس المراسيم نفس الاهازيج نفس نفس ايش اللي قام فيها حفه ولا؟ لا لا زامل زامل لما يجون يوقفون برا على البلاد ويضربون يدخلون في مدخل يعني زامل وشعار يشعرون هم داخل في زامل. ما نسمع شيء ولا ما نسمع؟ لا ما نبي. طيب سالم تضيف شيء على ما تميز بودوعن وش اللي في مجال الزواجات ممكن حتى في مجال ابرز مكان تتميز بودوعن هو شهرة العسل الدوعني. العسل الدوعني نعم. لكن الان قلت قيمته بحكم ان اغلب النواب يجون من خارج المديريه وربما يتلاعبون حد يحط سكر حد ما ادري ايش، لذلك قلت سمعه العسل الدوعني. لكن في السابق كيف كان العسل الدوعني؟ اغلب النواب يكونون من الوادي. من الوادي وبالتالي يعتمدون فعلا على شجره السدر. أيوة. دون ان يخلطوه بشيء اخر. لا. مثلا لا. الان ايش اللي استوى؟ الان بحكم انهم يعني يجون من الخارج ما معهم الا السمعه فقط اسم دوعن، لكن القيمه حقه قلت ليست كما اول.
يزعلون صح. يجون من المحافظات. المراعي، هل المراعي لا زالت موجوده؟ العلوب والسجاد موجوده موجوده، بس ايام المقنه الموسم يجون لك من المحافظات الشماليه ومن عدن بشكل عام، يعني بشكل عام مختلف محافظات. الوادي يمتلي على طول، كان اول قليل، تحصل النوب ما شاء الله يبني، تحصل عسل ولا حد يطرح له سكر ولا حاجه. الان يعني يخلطون بالشغلات هذه. أيوة. واهم شيء النوب، خصوصا اللي يجون من المحافظات الاخرى، يجي النوب قدو مليان عسل ما يخرجونه منه، خلاص يجي يحط الريحه حق العلب بس، ويجي بعدين يصب ويقول لك هذا يدفع. أيوة. طيب كيف انا يعني كزبون او كمشتري او كمستثمر اعرف هذه الجوده من الثقه ولا ما تقدر؟ ايوه يعني ما في مميزات مثلا للعسل اللي بعض الناس العسل يعرف القبيل. ايوه صاحب الخبر يعني يميزه كذا. اي واحد ما يقدر، ما هو كل من قبيل. ايوه في مثلا مختبرات خاصه للعسل وكذا، في مركز محلي للعسل الدعم المدير سعيد بنواس تجارك العام، يعني يكون ايوه يكون هذا وجمعيه المحلين يحاولون انه بس تعبوا مع الناس حكم عدد يا منعوا عن السوق على السوق. على كل حال ان شاء الله ربنا يعني يكتب لنا الاجر والثواب في مساله انه عسل دوعا فعلا هو عسل ذات جوده وتعود له جودته الشهره. شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم يا ابو سنبل. يسلم، كيف حالك يسلم؟ يا يسلم، يسلم جوبان، يا يسلم. إذا حاولوا إخواني أن تتواصلوا معنا بشكل جيد، إذا كان في خلل ممكن الواحد يتجاوزوه ويصلحوا لنا الخلل هذا. طيب أعصابكم كيف هادية؟ أموركم طيبة؟ الأمور طيبة ما شاء الله. وبالتالي عشان هي طيبة أبغى شوية بنسمع شيء زامل ولا قصيدة ولا شيء نلطف الجو قبل ما ندخل في مسألة. تفضل. معنا مشاركة الليلة، هي أول مشاركة لي للوقوف على المسرح قبل حوالي 33 سنة منذ كنت في الصف السابع في الابتدائية. ما شاء الله. كان في هذيك الفترة كان يدرب نحن الأستاذ سالم عبد الله باغريب، الله يعطيه العافية ويذكره بالخير. جاب لنا أوبريت وما شاء الله درب نحن عليه وأدينا على المسرح بالربابة وبالعود كانت تجي نحن فرقة من القطن ايام زمان في حوالي 87 ثمانينات. البريت هذا يتحدث عن العلم، وكان من الذين ادوا الادوار معي المرحوم زكي صالح باسلامه الله يرحمه، وعاطف مبروك بايع شوت في دور الابن صالح، وانا في دور الاب ابو صالح، وزكي باسلامه في دور الام، وأدينا هذا الدور ما شاء الله نال الاستحسان ما شاء الله. أي عن ايش هو قبل عن العلم يتحدث عن قبل 33 سنه. بنجيب لكم نبذه عنه شويه بس، مقطع منه، مقطع شويه من دور الاب والاب لا لا بس دور الاب بس فقط يعني بس. طيب يقول يمكن دربت الشباب على لا لا ما سيب الشباب. طيب تفضل. نعم يقول في مطلعه طبعا مع الموال، يا ام صالح يا ريت شبتي ترجع، ان كان بتعلم العلم في الصغر ينفع، العلم في الصغر ينفع. واه يا ام صالح يا ريت شبتي ترجع، ان كان بتعلم العلم في الصغر ينفع، ذا الحين لقوا مدارس للناس في كل موقع، فيها معدات زينه والكتب اشكال واجناس. تخميس ايش؟ نسيت التخميس حقه؟ الكتب اشكال وجناس. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هذا قبل 33 سنة. نعم ما زلت عاد لا زلت احفظ الدور هذا حقي، وبعدين في ادوار واجدة كثيرة لي. يدخل المرحوم زكي بسلامة في دور الام ويؤدي الدور ما شاء الله. جميل. نعم. كررتوه اكثر من مرة ولا بس مرة جبتوه هذه وخلاص؟ لا مرة واحدة بس في عيد المدرسة اذكر هذا كان في عيد المدرسة. ما شاء الله ما شاء الله بصراحة شيء طيب، وفعلا كان صوتك اكيد ذاك اليوم عادوه كان طفل صغير احسن من كذا احسن من كذا. ما شاء الله نشوف الباسمبول، ولكن بعد ان ناخذ شفاء. ايوه السلام عليكم، كيف حالك يا شفاء؟ الحمد
الحمد لله. من العايدين؟ من الفايزين. صوتك لمن؟ البلعجم. البلعجم، شكرا. مبروك عليكم. واعطينا احنا يا شيفاء منطقه بالميم او بالنون؟ مدوده بالميم. شكرا لك. شكرا يا شيفاء. طيب يا ال باسنبل، ممكن تقدموا لنا شيء؟ اوبريت ولا منالوج ولا زامل ولا دحيح؟ لا، معنا قصيده يعني، ولا مش عارف ايش محضرين اليوم. محضرين قصيده حق مناسبه البرنامج. هذا فتره البرنامج اللي قضيناها لك ولا للشعب؟ انا والشباب يعني قصيده ونحن نازلين جمعيه اليوم. كتبناها كلين بجيب بيته ولا؟ لا لا، هو بالنيابه خلاص وكلتوه. يجيبون من بيتين. لحن ولا بلا لحن؟ لا ان شاء الله فقط. يلا نسمع مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ببدي كلامي لكم يا الحاضرين بالسلام الفضيل. ببدي كلامي لكم يا الحاضرين بالسلام الفضيل. وسلام مني لدوعن ليمن وليسر والحيد الجزيل. وسلام مني لدوعن ليمن وليسر والحيد الجزيل. وسلام لكل من صوت لنا واصحاب الجود اللي ما له مثيل. وسلام لكل من صوت لنا واصحاب الجود اللي ما له مثيل. طول فترة سباق العائلة بيتنا في خبة في الليل الطويل. طول فترة سباق العائلة بيتنا في خبة في الليل الطويل. ثلاث ساعات نازل ومثله طالع في الخط الطويل. ثلاث ساعات نازل ومثله طالع في الخط الطويل. ساعة نربع مقب وساعة نقي في حفرة وساعة ندق برميل. ساعة نربع مطب وساعة نقي في حفرة وساعة ندق برميل. وين الناس اللي يحبون الخير ويحبون إصلاح الطريق؟ وين الناس اللي يحبون الخير ويحبون إصلاح الطريق؟ والشكر والتقدير لأهلنا ولكل الناس اللي وقفوا معانا وعملوا المستحيل. والشكر والتقدير لأهلنا ولكل الناس اللي وقفوا معانا وعملوا المستحيل. ومن خارج وطننا ناس جم وقفوا معانا، منا لهم الشكر الجزيل. ومن خارج وطننا ناس جم وقفوا معانا ولهم الشكر الجزيل. وصلنا الى الدور هذا بفضل الله وبفضل الناس اللي يحبون الجوده هي والجميل. وصلنا الى الدور هذا بفضل الله وبفضل الناس اللي يحبون الجوده هي والجميل. والراعي الماسي من دوعن من اصحاب الشرع الطويل. والراعي الماسي من دوعن من أصحاب الشرع الطويل. والسنبلي ما قصر بذل جهده وناس جم من خلفه شدوا الهمة من العيار الثقيل. والسنبلي ما قصر بذل جهده وناس جم من خلفه شدوا الهمة من العيار الثقيل. وبإذن الله يجي يوم نرد لهم الوفاء هو الجميل. وبإذن الله يجي يوم نرد لهم الوفاء هو الجميل. والختم صلوا على الحبيب الهادي عليه افضل الصلاه والتسليم. والختم صلوا على الحبيب الهادي عليه افضل الصلاه والتسليم. سلامة. صح لسانك ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله على السلامه. ان شاء الله ما تعور البرميل يعني. لا ان شاء الله سايق بس نزعل على النور. السلام عليكم. كيف انوار؟ كيف حالكم انوار؟ انوار احمد. أنوار معنا؟ في مشكلة الحقيقة، يعني إشكالية إنه لما يدخل الخط ينقطع بعدين فجأة. إن شاء الله يكونوا على تواصل معنا، وإن شاء الله الاتصالات القادمة تكون أكثر انضباطا. على كل حال لازلنا نتواصل في بداية حلقتنا مع ألبا اللعجم وألبا سنبل في حلقتنا قبل الأخيرة. والكل واحد من الفريقين اليوم ليس خاسر بالخالص، هو يكون معنا فائز بربع مليون ريال، والآخر سيتأهل ليقابل في حلقة يوم غد آل بحشوان من أجل التنافس على المليون ريال إن شاء الله. وما شاء الله كلنا اليوم فائزين. على كل حال لا زالت معكم دقائق معدودة للتصويت عبر الفيسبوك وعبر التويتر لأسرتي آل بلعجم وآل باسنبل، حتى نعرف بعد ذلك كيف أو كم حصد هؤلاء وهؤلاء بالفيسبوك وتويتر، وكم حصلوا من خلال الاتصالات وكذلك من خلال الإجابات. كونوا معنا بعد فاصل قصير في حلقتنا هذه من برنامجكم العائلة.
عدنا إليكم الأعزاء في هذه الفقرة من برامجكم العائلة بين أسرتي آل بلعجم وآل باسنبل في الحلقة قبل الختامية. وقبل أن نبدأ لعبتنا الأولى نأخذ أحمد. السلام عليكم يا أحمد. أحمد ألو، كيف حالك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، كل سنة وانت طيب. من العايدين؟ حالكم من العايدين؟ الحمد لله رب العالمين. المقدم أحمد سعيد بن عمرة من الغرفة. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا، كل سنة وانت طيب، حياك الله. اليوم معنا آل بلعجم وآل باسنبل، صوتك لمن؟ آل بلعجم. آل بلعجم، آل بلعجم، آل بلعجم. طيب يا مقدم غناك تأخذ لنا مدينة تبدأ بالميم أو بالنون. ألو، ميم أو نون؟ ألو، منطقة تبدأ بالميم أو بالنون؟ مريمة. مريمة، مريمة، مريمة من أحياء سيون. شكرا جزيلا لك يا أحمد، شكرا جزيلا لك يا أحمد. طبعا مثل ما عرفنا في المرة الماضية في الحلقة الماضية واللي قبلها أنه عندنا هذه اللعبتين، لعبة البناء بالأكواب إلى 10 أدوار ولعبة رمي الكرات في هذه الأكواب. تمام، خلونا المرة الماضية بدأنا من عند البلعجم، مرة دي نبدأ من عند الآن باسنبل. ممكن نبدأ أولا بمسألة الرمي بالكرات في الأكواب خلال دقيقة ونص، خلال 90 ثانية اللي يلعب يجي هنا. ممكن تتناولون يعني او تتداولون اللعبه، مش ضروري واحد يكمل العشر، ممكن واحد يرمي ثلاث اربع وبعدين واحد يكمل الى اخره. ممكن تقف في هذا المكان بالضبط بمحاذاتي، ايوه بهذا الشكل. لما يطلع التوقيت تبدا في رمي الكرات. عندكم 10 كرات وخمس اكواب، اللي يجمع اكبر عدد من الكرات في الاكواب يكون هو الفائز في هذه اللعبة. إذا سقطت الأكواب إلى ثلاثة بعدين بعد لكم، إذا كان واحد واثنين استمروا في عملية الرمي. واضح؟ ممكن يا شباب تعطونا احنا 90 ثانية، 90 ثانية حتى يتفضل يا أبو بكر، تفضل. شوف تحسب بعدين ما أشوف. باقي شيء؟ لا معك. كملتوا؟ كملتوا. نشوف هل بقيت هذه في الكوب؟ موجودة في الكوب؟ هنا برضو في شيء؟ لا ما فيش. هنا في شيء؟ نعم. إذن آل باسنبل استطاعوا وضع كرتين في هذه الأكواب، بقية الأكواب لا توجد فيها أي كرات. إذن معاكم نقطتين أو كرتين. جميل، كويس. نأخذ هذه الكرات. الآن دوركم يا آل بلعجم، هل تجمعون كرتين أو أكثر أو أقل؟ وقبل ما تبدأون نأخذ طلال. ألو، أيوة معك معك. مساء الخير. معك. ألو، مساء الخير. ألو، صوتك لآل بلعجم ولا آل باسنبل؟ آل بلعجم. آل بلعجم، آل بلعجم. منطقة تبدأ بالميم أو النون؟ النويدري. النويدري في تريم، شكرا جزيلا لك يا طلال. تفضل، من اللي بيبدا باللعب؟ ايوه ربيه، خليك هنا الى جواري لحظه شويه بس، ايوه عشان تاخذ امورك. واضح الكلام؟ عندك مجموعه من الاكواب خمسه وعندكم 10 كرات، ممكن بعدين تعملون القصه هذه خلال دقيقه ونص. واضح؟ طيب 90 ثانيه يا شباب، 90 ثانيه. بسم الله، تفضل. الله، بسم الله. الوقت معاكم كافي جدا. بسم الله. ضرب ضرب. ايوه هنا تفضل، ايوه في مكانك، تفضل خذ خذ راحتك. بسم الله. باقي معاكم؟ كمل. اذا كملتوا بالتالي 10 درجات تروح للباسنبول، مبروك عليكم 10 درجات في هذه اللعبة لآل باسنبل. مبروك عليكم 10 درجات. وإذا كان مع المتصل أو نبدأ بعملية بناء بالأكواب. إذا نبدأ بآل باسنبل مثل ما بدأنا المرة الماضية. هذه مجموعة من الأكواب 10، مطلوب منكم تبنون برج أو منارة من خلال وضع هذه الأوراق بين الأكواب. واضح؟ خلال 90 ثانية تبدأون على بركة الله، واللي يبني أكثر شيء هو اللي بياخذ العشر درجات. واضح؟
إذا نعطي آل باسنبل 30 أو 90 ثانية، عفوا 90 ثانية من أجل أن يبدأوا في عملية بناء البرج المكون من 10 طوابق. تفضلوا تفضلوا، بدأنا عملية البناء. في حلقتنا الماضية كان معنا استطاعوا بناء البحشوان 9 طوابق، واليوم نشوف آل باسنبل هل يستطيعوا بناء 10 أو ربما 9. هم في تنافس مع البلعجم، البحشوان ما لهم علاقة اليوم بالموضوع. معنا 1 2 3 4 5 6 والوقت لا زال معنا في حدود 60 ثانية. أيوة ممكن تتعاونون. 1 2 3 4 5 6 7 هذا الثامن، هذا الثامن. نشوف هل يستطيع آل باسنبل إيجاد الدور التاسع أو ربما العاشر. باقي معاكم 40 ثانية، 40 ثانية، 40 ثانية. الآن قلنا احنا في حدود 30 ثانية، 30 ثانية، 30 ثانية يا آل باسنبل. الوقت يمضي. أعصابكم، أعصابكم خلاص. كم معنا؟ نحن واحد، 1 2 3 4 5 6 7 8. باقي التاسع عمنا أبو بكر، يبدو أنه ما شاء الله عنده خبرة في عملية البناء. يلا نشوف هل استطاع أن يبني التاسع من الوقت غلبه أم أن البرج انهار. نشوف باقي 5 ثواني أبو بكر، 5 ثواني فقط، 5 ثواني. ثانية ثانية ثانية. لقد أفسدت كل ما بنيته يا أبا. بس وقف عند 9. عبد العزيز، السلام عليكم. كيف الحال؟ كيف الصحة؟ اليوم معنا آل بلعجم ومعنا آل باسنبل. عبد العزيز معنا؟ ايوه. صوتك لمن؟ آل بلعجم ولا آل باسنبل؟ آل بلعجم. آل بلعجم، آل بلعجم. خمس درجات. ميم أو نون يا عبد العزيز؟ منطقة تبدأ بالميم أو النون؟ عبد العزيز معنا، منطقة تبدأ بالميم أو بالنون؟ اسمعنا من الهاتف. ساعدوا مدهون. النوادرة قالوا. ممكن تقول ايش؟ مدهون في دوعن. مدهون في دوعن يقولون. أيوة لك النوادرة بساء. النوادرة بساء كمان ومدهون في دوعن. شكرا لك، شكرا جزيلا لك يا عبد العزيز. كان باقي معكم 3 أدوار. ثلاثة حافظوا عليها، ما حد داري. يمكن آل بلعجم هكذا يبغوا الخامس ولا العاشر طيح كله وعاد يبقى دور. استفيدوا من الآخرين. والآن نروح لآل بلعجم ونشوف كم يبنوا آل بلعجم من أدوار. واضح اللعبة بالنسبة لكم. هذه الأوراق، 10 أوراق توضع بين الكوب والآخر. تمام، نعطيكم 90 ثانية من أجل أن تبدأوا في عملية البناء. إن شاء الله تكونوا مستعدين جاهزين. مستعدين آل بلعجم، وأعطوهم 90 ثانية. بسم الله، تفضلوا تفضلوا على مالكم. الوقت لا زال معكم. اوه عملية هندسية جديدة ما شاء الله. تفضلوا، الوقت لا زال، ويبدو انه محفوظ عنده الهندسة ما شاء الله تبارك الله. جميل جميل جميل، لا زال في عملية البناء المستمرة، البناء المستمرة. جنب بسات، مرحبا، راحتكم. عاد معكم وقت، عاد معكم 47 ثانية ما شاء الله. في تحدي محفوظ، استخدم طريقة جميلة. عاد معكم يعني عمارة يعني ماشي ساس قوي تحت. تكتفون بهذا؟ ايش رايكم فيه؟ ايش رايكم محفوظ؟ يكفي الحمد لله صراحة، يكفي خلاص. رايكم معكم اخوان ماشي داعي المغامرة. ماشي داعي. على كل حال آل بلعجم استفادوا من التجربة، ولو بنوا 4 أدوار كانهم أخذوا. على كل حال مبروك عليكم، مبروك عليكم، مبروك عليكم. 10 درجات ما شاء الله تبارك الله. بنيتوا 1 2 3 4 5 6 كافي جدا، لأن الجماعة كسروا العمارة هذه حقهم، وبقيت منها فقط 3 أدوار. لمياء. نعم. كيف حالك؟ طيبة؟ بخير الحمد لله. من العايدين الفايزين؟ العايدين. اليوم معنا آل بلعجم وآل باسنبل. صوتك لمن؟ البلعجم. البلعجم، البلعجم. 5 درجات تضاف الى رصيد البلعجم. اعطينا المنطقه بالميم او بالنون. المكلا. المكلا بالميم، ممتاز، شكرا لك يا لمياء.
إذا انتهينا من هذه الجولة، والحمد لله يعني توفقوا آل باسنبل في الرمي بالأكواب وأخذوا عشر، وآل بلعجم استطاعوا أنهم من خلال البناية هذه يحصدون العشر الأخرى. إذن في تعادل إلى حد الآن. الاتصالات أستاذ ماجي، الاتصالات هذه نحن ما نملكها إطلاقا، ما نملك الاتصالات إطلاقا. على كل حال بقيت معنا فقرة أخيرة، هي عبارة عن أسئلة في المعلومات العامة عن حضرموت، عن اليمن، عن المعلومات العامة بشكل عام، وكذلك المثل الشعبي بين أسرتي آل بلعجم وآل باسنبل. كونوا معنا بعد الفاصل في حلقتنا هذه من برنامجكم العائلة. عدنا إليكم في جولتنا الأخيرة من حلقتنا هذه قبل النهائية بين أسرتي آل بلعجم وآل باسنبل في برنامج العائلة. والآن معنا الفقرة الثالثة، عبارة عن مجموعة من الأسئلة والخيارات، وكذلك أضفنا اليوم فقرة وهي فقرة المجازفة الإلزامية، بأن يختار الفريق إجابة على حساب الفريق الآخر، فإن توفق بزيادة خمس، ما توفق بناقص خمس، يجب أن يختار حتى تكون هناك شيء من العدالة والمفاجآت الجميلة. تحفظ صار الفريق الآخر. قبل ما نبدأ نأخذ عماد. كيف حالك يا عماد؟ صح. عماد معنا يا عماد؟ انقطع الاتصال. عماد تسمعنا يا عماد؟ مش عارف. على كل حال نعتذر لعماد، نعتذر لك يا عماد الحقيقة. طيب خلونا احنا في مسألة الأسئلة، وطبعا نحن نبدأ دائما بالأسئلة الخاصة بحضرموت أو اليمن، ونشوف السؤال أولا بدون خيارات على 20 درجة، ما لم نضع الخيارات يختار الفريق صاحب السؤال، ونترك الفرصة للفريق الآخر بزائد أو ناقص خمس إلزامية، حتى وإن كانت نفس الإجابة للفريق الأول، كانت صائبة يأخذ خمس، كانت خاطئة تأخذ خمس، والفريق الآخر لا يأخذ شيء. واضح الكلام؟ مجلس صلاة معنا اليوم، مجلس صلاة عليك. على كل حال هذا أمر نأخذ، بدأنا الجولة الثانية من عندكم، نرجع على آل بلعجم الجديد، نشوف السؤال عن حضرموت اليمن لآل بلعجم. السؤال يقول: يقع على رأس جبل ويبلغ ارتفاعه عن سطح البحر 3200 متر، وقد بني في العصر الحميري، وهو من أشهر الحصون قديما في محافظة إب. إذا عرفتم الإجابة لكم 20 درجة مباشرة، ما لم نعطيكم الخيارات ويشاركونكم بعدين في الإجابة. آل باسنبل، هل لديكم الإجابة؟ يقع على رأس جبل ويبلغ ارتفاعه عن سطح البحر 3200 متر، وقد بني في العصر الحميري، وهو من أشهر الحصون قديما في محافظة إيه؟ خيارات. 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 نشوف الخيارات لآل بلعجم. هل هو حصن حب أو حب؟ حصن حب أو حصن المنار أو حصن القفلة. 30 ثانية للتفكير والتشاور، وأنا أعدكم السؤال. يقع على رأس جبل ويبلغ ارتفاعه عن سطح البحر 3200 متر، وقد بني في العصر الحميري، وهو من أشهر الحصون قديما في محافظة إب. هل هو حصن حب أم حصن المنار أم حصن القفلة؟ بقيت أمامكم 13 ثانية يا آل بلعجم. إن شاء الله وصلتوا إلى إجابة، وصلتوا إلى إجابة. خمس ثواني فقط يا ربيع. خلاص إذا نوقف ونشوف من سيجيب أولا. فهمي أنت الذي ستجيب إن شاء الله. فهمي مكلف بالإجابة على هذا السؤال، تفضل يا فهمي. يقول على بركة الله حصن حب. تقولون على بركة الله حصن حب. نعم. حصن حب هكذا اسمه، مو حب ولا حب. لا حب. حب. قال فهمي حصن حب. يا آل باسنبل أمامكم الخيارات، يجب أن تختاروا خيار. لازم. إن كانت لا صح بزايد خمس، لا غلط بناقص خمس، وحتى لو كان الخيار اللي اختاروه البلعجم. عندكم الخيارات متاحة أمامكم. إذا كان صحيح كسبتم خمس، ما لم تأخذ خمس، وكذلك الحال بعدين بيكون لا البلعجم. تفضلوا.
حتى وان كان نفس الخيار يعني ما عندنا مشكله. تفضلوا. اتبعهم. تتبعونهم؟ ماشي له. راحتكم. عشان معلومة. اذا ما طلع صح هم ما يخسرون شيء، لكن انتم بقى ناخذ منكم خمس. بإذن الله. العلم يعني. ايش قلتم؟ نفسه؟ نفسه اللي هو ايش؟ حسن حب. حسن حب. انتم مصرين على حسن حب ولا بتغيرون الان لما لا غيرنا لا اذا غيرت ناخذ الجواب حقك براحتك. لا خلاص ندخل على حسن حب نفسه؟ حنخلع على حسن حب ان شاء الله. اذا الشباب قالوا حسن حب وانتم قلتوا حسن حب. نعم. اذا طلع حسن حب طبعا انتم تاخذون 10 وانتم بتاخذون 5. اذا ما طلع حسن حب انتم اموركم طيبه ما بتاخذون شيء وانتم بناخذ منكم 5. صح؟ ما في مشكله. شو مع بعض؟ يا كريم. حسن حب. حسن حب. اذا 10 لال بلعجم وخمس لال باسنبل ما شاء الله. اذا هذه تسمر الليله. كويس حلو. هذه تصديق. ناخذ ما تسمع ولا محمد. يا محمد. محمد سمعنا؟ الو؟ السلام عليكم. في مشكلة في الاتصال لا ادري هل لا يسمعوننا؟ الو محمد. ايوه. اليوم معنا العجم والبا سمبل. صوتك لمن؟ سلام. الو يتأخر كثير صوت على فكرة. الو صوتك لمن؟ البا العجم ولا البا سمبل؟ سمبل شوف. أكيد البا سمبل. أكيد البا سمبل. أكيد البا سمبل. منطقة بالميم أو النون. البا سمبل. عرفنا وسمعنا وأطعنا. البا سمبل. منطقة بالميم أو النون. مطروح عنده. مراح في دراعت. مراح. أيوه في دراعت. في وادي ليزر. مراح في دراعت. شكرا لك يا محمد. طيب الآن ننتقل للسؤال الخاص بآل باسنبل ونشوف هل يستطيعوا الإجابة عنه بدون خيارات أم أنهم يحتاجون الخيارات، ثم بعد ذلك نتيح الفرصة برضو لآل بلعجم. نشوف السؤال مع بعض. إحدى القلاع التاريخية اليمنية يعود تاريخ بنائها إلى عهد الملك الحميري أيضا شمر يهرعش سنة 243 قبل الإسلام، وقام بترميمها وإعادة بنائها لاحقا الملك المظفر عامر بن عبد الوهاب الطاهري. هل عرفتم ما هي هذه القلعة؟ إن عرفتموها مباشرة فلكم 20 درجة، وإن لم تعرفوها فلدينا خيارات. هل هي قلعة رداع أم قلعة ثلة أم قلعة مسور؟ 30 ثانية للتفكير والتشاور ونعيد لهم كمان قراءة السؤال. إحدى القلاع التاريخية اليمنية يعود تاريخ بنائها إلى عهد الملك الحميري شمر يهرعش سنة 243 قبل الإسلام، وقام بترميمها وإعادة بنائها لاحقا الملك المظفر عامر بن عبد الوهاب الطاهري. هل هي قلعة رداع أم قلعة ثلة أم قلعة مسور؟ باقي أمامكم فقط 7 ثواني يا ألبا سنبل. 5 ثواني. يلا بسرعة بسرعة. انتهى الوقت. من اللي بيجاوب؟ أبو بكر تفضل. اتفقتوا على شيء معين؟ يلا بسرعة. الوسط الوسط اللي هو ايش؟ قلعة ثلا. قال أبو بكر قلعة ثلا. ألبا اللاجم أمامكم فرصة للمجازفة بزايد أو ناقص 5. يعني نكسب 5 نحن؟ نعم. إذا جبتوا صح 5 تكسبون أكيد، وإذا ما جبتوا صح ناخذ منكم 5. ما فيها كلام لي. لك أو عليك. يلا بدون خلاص كافي معاكم الوقت نفسه. نقول قلعة مسور. انتم قلتم قلعة مسور. نعم. وانتم قلتوا قلعة ثلا. يعني اختلفتوا كم في الإجابة. ايوه. ما اتفقتوا على نفس الإجابة. قالوا مسور بزايد أو ناقص 5، وقالوا ثلا بزايد 10 أو 0. صح؟ ايوه. شو مع بعض؟ هل هي ثلا أم مسور؟ مسور ما شاء الله مسور. ما شاء الله مسور. 5 درجات لكم يا البلعجم. شكرا. ما شاء الله اليوم البلعجم ربيع علي جمال. ما شاء الله تبارك الله. معليش ما خسرتوا شيء. واذا كان معنا متصل ونسمع صوته بشكل جيد او ننتقل للسؤال في المعلومات العامه. سؤال في المعلومات العامه. نبدا باسره ال بلعجم. ماذا يقول السؤال؟ وسيلة المعلومات العامة دائما تكون مباشرة وتحتاج إلى ثقافة عامة. السؤال يقول من قائد المسلمين في معركة الزلاقة؟
من قائد المسلمين في معركة الزلاقة؟ هل لديكم الإجابة مباشرة يا آل بلعجم بعشرين درجة ما لم نعطيكم الخيارات؟ يلا ممكن خيارات؟ ممكن خيارات. خيارات إذن يا شباب، من قائد المسلمين في معركة الزلاقة؟ هل هو عبد الرحمن الغافقي أم عقبة بن نافع أم يوسف بن تاشفيل؟ 30 ثانية فكروا، من قائد المسلمين في معركة الزلاقة؟ هل هو عبد الرحمن الغافقي أم عقبة بن نافع أم يوسف بن تاشفين؟ وباقي معاكم 20 ثانية يا آل بلعجم. أنا بجاوب. أنت بجوب؟ خلاص الجماعة اتفقوا على الإجابة، ومحفوظ هو الذي سيجيب. وكله على محفوظ. كله على محفوظ. يلا محفوظ إيش تقول؟ يوسف بن تاشفين على بركة الله. يوسف بن تاشفين على بركة الله. يوسف بن تاشفين على بركة الله. يا آل بسنبل أمامكم الخيار، عندكم عبد الرحمن الغافقي، عقبة بن نافع، يوسف بن تاشفين. إيش قلتم؟ زايد أو ناقص؟ 5. سالم بجاوب. تفضل يا سالم. يوسف بن تاشفين. يوسف بن تاشفين؟ معهم متبع خلاص. أنا خطاهم دائما. المرة ديك صابت، المرة دي الله أعلم. توكل إن شاء الله يصيب. ها؟ يصيب يتخيب. قفاهم قفاهم يعني ماشي بكة. أيوه شكل الشباب واثقين فيكم ولا إيش؟ اسم جديد. إذا قلتوا إيش يوسف بن تاشفين. يوسف بن تاشفين. وأنتم معاهم. لا الغافقي مو معاهم. معاهم هم ما بيخسروا شيء لو جاب على بعضك. أنتم بناخذ منكم 5. شلوها قلت لا. إلا مبيوعة. يوسف بن تاشفين شو مع بعض؟ ما شاء الله. ما شاء الله. 10 و5 ما شاء الله يعني يكسبوكم اليوم. كويس جميل. إذا باقي معنا المثل الشعبي وناخذ قبل ذلك عرفان. كيف حالك يا عرفان؟ بارك أنت. أمورك طيبة؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ سهل الحمد. أنت يا أنزار؟ ما شاء الله. اليوم معنا آل بلعجم وآل بسنبل. صوتك لمن؟ صوتي لآل بسنبل. آل بسنبل ما شاء الله. آل بسنبل كويس. عطنا على منطقة بالميم أو بالنون؟ النون ولا الميم؟ اللي بغيته. المكلة. المكلة أو إيش؟ أو مدودة. أو مدودة. أيوة. طيب شكرا لك. شكرا لك بالميم المكلة أو مدودة. شكرا لك. والآن بقي معنا المثل الشعبي. بقي السؤال حقنا معلومات. ما جبنا عندكم حريصين عليكم. أنا قلت يمكن موضوع. طيب نشوف سؤال المعلومات العامة لآل بسنبل. هم شكلهم متحفزين للسؤال. سؤال برضو إن شاء الله يجيبون عليه 20. بنقرأ لك يا يوسف، بنقرأ لك السؤال. يقول من العالم المسلم الذي ذكر الجاذبية قبل نيوتن بألف عام؟ 20 درجة بتعوض. من العالم المسلم الذي ذكر الجاذبية قبل نيوتن بألف عام؟ عندك 20؟ ما هي ما عندكم المعلومة؟ نيوتن وقل له ألف عام. قابل نيوتن بألف عام هو عالم مسلم. ما هو عندكم يعني بغيت خيارات؟ طيب خيارات. شو الخيارات؟ هل هو البيروني أم ثابت بن قرة أم البتاني؟ 30 ثانية تشاورون آل بسنبل. من العالم المسلم الذي ذكر الجاذبية قبل نيوتن بألف عام؟ هل هو البيروني أم ثابت بن قرة أم البتاني؟ وباقي معاكم حوالي 17 ثانية يا آل بسنبل وآل بلعجم. كونوا مستعدين لأن تختاروا إجابة بزايد أو ناقص 5 درجة. باقي معاكم فقط 5 ثواني. يلا من اللي بجاوب؟ سالم. سالم كله سالم. انتهى الوقت. يلا يا سالم إن شاء الله نقول البيروني. إن شاء الله نقول البيروني. إن شاء الله. إن شاء الله قالوا البيروني. يلا يا آل بلعجم قالوا البيروني. تفضلوا. البيروني برضه؟ نعم. قفاهم 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 حيث ما راحوا قفاهم. سلكتوا نفس المنهج؟ يعني انتوا عارفين إجابة ولا معاهم؟ لا لا عارفينها إن شاء الله. يعني إجابتهم صح بإذن الله. إجابتهم صح. إجابتهم صح بإذن الله. أعطيتوهم الآن يعني دفعة تغيروا البيروني؟ لا لا تغيروا البيروني. يلا نشوف نشوف هل هو البيروني فعلا؟ هل هو البيروني فعلا؟ البيروني ما شاء الله. 10 درجات للبسنبل و5 لآل بلعجم. ما شاء الله مذاكر مذاكر ما شاء الله. جيت مذاكر جميل كويس. سالم
تفضل. كيف حالك يا سالم؟ الحمد لله تمام. من العايدين؟ البايزين ان شاء الله. صوتك للبلعجم ولا البا سنبل؟ البا سنبل. البا سنبل ما شاء الله. سنبل شكرا لك. وعدنا على منطقه تبدا بحرف الميم او النون. ميم او نون؟ المكلة. المكلة من اول حلقة ونحن نحن المكلة اكيد. طيب غير المكلة قصدي. لا 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 اطول ممكن تعدل. مصنعة باب الغوم. مصنعة باب الغوم تمام؟ فين هذا عندكم؟ في عندنا في دعاء. خلك فاكر المنطقة هذه. طيب الان نروح اذا الى مسألة الامثال الشعبية وان شاء الله تكون امثال سهلة. ونبدأ بآل بلعجم. نشوف المثل الشعبي الحضرمي للبلعجم. يقولون الصفرية ما تقوم إلا على ثلاثة أركان. سمعتوا المثل؟ الصفرية ما تقوم إلا على ثلاثة أركان. يلا. هو المثل هذا ما بدأ سمعنا، لكن الصفرية هو عبارة عن الطنبيلة حق أو القدر حق الرز، هذا الصفرية. طيب. عندكم في حجرة يقولون صفرية. طيب. ما تقول لا عندكم؟ نحن نقول له قدر او طس او طنبيله. على تقوم الا على ثلاثة اركان. المثال جاء صفريه حق ال انتم قلتوا هذا هو القدر او الطس. اي طيب ما تقوم الا على ثلاثة اركان. الاركان هذه حقها الحصالي تحتها ويشعلون النار الحطب تحتها. عرفت؟ لانك لا 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 مش ضروري يعرف. لا لا ما يعرف. ما تقوم الا على ثلاثة اركان يعني ما تستوي، ما تقوم تستوي الصفريه هذه الا لازم تقوم ثلاثة اركان. طيب ما فوق يعني. هذا الكلام اللي قلت. ما في زعل. لا دائما انا كذا طبيعتي في الشارع. لازم نزق البيت. اذا الصفريه ما تقوم الا على ثلاثة اركان، القدر ما ينحط الا على ثلاثة حجر. حجر او شيء من هذا. طيب هذا المعنى. متى يقال هذا المثل؟ متى يضرب؟ يعني الامر ما لاقيتك ما يكتمل الا يعني في امر ما يكتمل الا بشيء اخر مثلا. فهمت؟ الا يعني بثلاثه. لا مو بثلاثه، مو ضروري شرط ثلاثه. يعني قصدي ما بيتم هذا الامر الا بشيء. عنده كلام انه كل شيء له اركان، يعني اذا نقص ركن اختل الامر، اختل التوازن. هكذا نعم، اختل التوازن. يعني ثلاثه اشياء. ايوه يقوم عليها ثلاثه. يعني قصدي يكون في اشياء بس اركان اساسيه، اشياء في حاجات اساسيه زي اركان الصلاه يعني. ايوه اذا راح ركن من اركان الصلاه بطلت. ايش رايكم في الشرح؟ فهمتوا شيء انتم الموضوع ولا ما هو عندكم؟ ما هو عندنا. او بالتالي لازمين الصمت الشباب. خلاص هكذا؟ ان شاء الله. ان شاء الله يعني نحن ما رجعتوا انتم عندكم. هو ما بدا سمعنا ما نعرف. على كل حال شوف ما معنى الكلمات. هل الصفريه هي القدر ولا شيء ثاني؟ الصفريه هي القدر او الطس كما اشرت فعلا. ما تقوم او لا توضع الا على ثلاث اركان مثل ما قلتوا، ثلاثه حجاره واركان، معروف اركان معروف اركان. نشوف متى يضرب هذا المثل. قال يضرب عندما يجتمع ثلاثة أشخاص وشأنهم واحد. يجتمعون ثلاثة أشخاص وشأنهم واحد، يعني كما كنتم مع بعض ثلاثة وهدفكم أنكم تفوزون بالجائزة. صح صح. أنتم ما فسرتوا هذا بشكل جيد، وبالتالي تحتاجون إلى فقط خمس درجات لآل بلعجم. خمس درجات لآل بلعجم على هذه الفقرة. نشوف الباسنبل. صار عبد الله. الو كيف حالك عبد الله؟ الحمد لله. من العايدين؟ العايدين كل عام بخير. معنا البلاعجم ومعنا الباسمر. صوتك لمن؟ البلاعجم. البلاعجم البلاعجم يا عبد الله. كمل لكم العشر. منطقه بالميم او النون وبيساعدونك البلاعجم كمان. المهره. المهره، محافظه المهره. شكرا لك يا عبد الله. طيب نشوف المثل الخاص بآل باسنبل. ان شاء الله يكون مثل جاء من دعان عشان تقدرون تفسرونه بشكل افضل. يقولون صقر ولا عفنتش او عفندش؟ عفنش ما ندري، احد يقول دا احد يقول تاء. عندنا صاحبنا كذب عفنتش. صقر ولا عفنتش او صقر ولا عفندش؟ براحتكم تفضلوا معاني الكلمات ثم بعد ذلك متى يضرب هذا المثل. الصقر نوع من الطيور. الصقر نوع من انواع الطيور. طيب عفنش هذا كلمة دارجة. عفندش أو عفنتش هي كيف كلمة دارجة؟ عفنش احنا في حوار يقولون عفندش. ماشي. بالدال. بالدال. أنا حتى أسمعه عفندش، لكن ما عندك مشكلة اعتبره عفندش. إيش عفندش هذا؟ يعني صقر عكس، يعني لو جيت خالي نفاض ما معك شيء.
عبالنا جعني ماشي يعني كذا؟ كذا ماشي يعني ولا؟ كيف نكتبها ذي؟ فسرها. طيب خلونا احنا في عفندش، متى يضرب هذا المثل؟ متى يضرب هذا المثل؟ متى يقولون صقر ولا عفندش؟ يعني لما واحد يرسلك الى مكان بغى منك تجيب له خبر يعني اي خبر منه يقول لك صقر ولا عفندش يعني نجحت الموضوع ولا ما نجحت؟ نجحت الموضوع ولا ما نجحت؟ صقر ولا يعني خبر زين ولا ولا ما يجيب شيء؟ اذا صقر ولا عفندش؟ الصقر قلت نوع من انواع الطيور والعفندش؟ ما هي كلمة عربية ده شكله هو مثل شعبي حضرمي يقول لك صقر ولا عفندش معناها اسمها عفندش معناها هذا راجع لك انت الان يعني خلتك تفهم بهذا الكلام انه الصقر نوع من انواع الطيور وعفندش الله اعلم واحكم يعني الصقر يعني ماشي يعني على شخص افترضنا رسلوه الى مكان يجيب لهم خبر لما يرجع لعنده يقول هيك صقر ولا عفندش يعني جبت الخبر ولا المعنى واضح عفندش يعني ماشي يعني ماشي يعني لا شيء لا شيء كذا نقول هذا راجع لكم انتم فسروا بطريقتكم خلاص اقتنعتوا بهذا الامر؟ ماشي مع السلامه معك شيء اضافه يا سالم؟ او قد تضر او تكون معناها انه الامر السيء الامر السيء عفندش الامر السيء نقول نتكلم وصقر الامر الكويس لا صقر 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 كذا طيب خلاص اكتفيتوا بهذا الشرح ان شاء الله هل عندكم انتم شيء من هذا القبيل؟ بدون زياده ولا نقصان ولا شيء باب المعلومات فقط ايش العفندش تعرفونه مثلا؟ والله العفندش نحن ما نعرفه لكن المثل عندنا في حوره موجود هذا لا جاء فلان ارسلوا فلان ولا صقر ولا عفندش صقر ولا عفندش تحت السوق ولا ناجح الخبر ولا ما هو ناجح اذا ما قالوا يعني اذا انتم متفقين في مساله الضرب والصقر باقي العفندش هذا مشكله المشكله يعني شوف مع بعض ايش المعاني حتى لو انا داري العفندش قال الصقر من الطيور القويه الجارحه والعفندش العفندش من الطيور غير المرغوب فيها يعني الطير اي كلام ممكن نحن نعتبره الامر السيء كما قال سالم نمشيك ويضرب عندما عند الاستفتار عن النتيجه هل هي ايجابيه ام سلبيه مثل ما قلت اذا 10 درجات لالبا سنبول 10 درجات لالبا سنبول على تفسيره لهذا المثل الجميل صقر ولا عفندش وان شاء الله بنشوف النتيجه اليوم تتوقعون صقر ولا عفندش يا البلعجه عفندش اللي عندكم عفندش على كل حال ناخذ اخر اتصال وليد كيف حالك يا وليد؟ يا وليد تسمعنا يا وليد؟ يا وليد يبدو انه وليد لم يسمعنا على كل حال استلموا اتصاله الشباب وان شاء الله يكون معنا في القرعه باعتباره حاول انه يتواصل معنا لكن الاتصالات هي اللي فيها الاشكاليه. اذا البلاجم كيف تتوقعون النتيجه؟ صقر ولا عفندش؟ والله مفاجآت مفاجآت صراحة مفاجآت وسواء كان فاز ولبا سنبل على العين والراس نحن يعني مستسلمين للأمر هذا وهو كله الأمر يعني إلا اللي قال ذاك ترفيه التعارف إذا ما قلنا ما أحد خاسر أكيد ولا أحد خاسر الصدق فضل ولبا سنبل تتوقعون صقر ولا عفندش؟ عفندش اليوم يعني أنتم مسلمين بالعجم هم على كل حال خلونا احنا نشوف أول من صاحب ال30,000 من صاحب ال20,000 ريال ممكن عادك تعمل لنا شويه كذا ايوه انا محفوظ اليوم ايده بركه ايده محفوظ بسرعه يا محفوظ كله على محفوظ مثل هذا جبناه في حلقه من الحلقات كله على محفوظ نعم عرفان البرعي عرفان البرعي هذا صوت لكم؟ لا 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 صوت عرفان البرعي عرفان البرعي فزت معنا يا عرفان ب30,000 ريال عرفان البرعي من الغرفه شكرا لاتصالك شوف من صاحب ال20,000 ريال طيب واليوم من يوسف يوسف يلا بسم الله ورقة واحدة من هذا أنوار أحمد عمر أنوار أحمد عمر من سيئون أنوار أحمد عمر يا أنوار فزتي معنا ب20,000 ريال مبروك عليك 20,000 ريال يا أنوار أحمد عمر من سيئون وعرفان البرعي فاز معنا ب30,000 ريال من الغرفة صوتت لنا ما صوتت لكم؟ الا صوتت الا صوتت انوار انا اؤكد وعرفان برضه لا لا عرفان للجماعه اه يعني البسمبل. انتوا وانوار صوتت لنا خلاص انتوا اعطوهم يعني احنا سادين خلاص كلنا اعطي الجواز من عنده يعني اتفقنا على كل حال وصلنا الى ختام هذه الحلقه معنا البسمبل ومعنا البلاجم كم حقق كل فريق منهم ومن بكره بيكون معنا يقابل البحشوان لا يوجد خاسر اليوم ولكن شوف
كم حقق آل بلعجم من علامات من الاتصالات والإجابات وكذلك الفيسبوك وتويتر؟ 80 زائدا 20 100 درجة. 100 درجة لآل بلعجم، مبروك عليكم 100 درجة. آل بسنبل أكثر أم أقل؟ 65 زائدا 11 فاصل كمان. أبونا الفاصل 11 فاصل، قول 12 أنت. إذن تقريبا 77 76.8 76.8، مبروك عليكم يا آل بسنبل مشاركتكم، وربحتم معنا اليوم ربع مليون ريال ما شاء الله. وما شاء الله آل بلعجم يتأهلوا معنا لحلقة يوم غد مع آل بحشوان للتنافس على المليون ريال. إذن نبارك لآل بسنبل، نبارك لآل بسنبل، ما شاء الله فوزهم اليوم بربع مليون ريال، سيتم تسليمهم إياه إن شاء الله في حفل ستقيمه القناة إن شاء الله في يوم لاحق، سنكرم فيه كل الفائزين في برامج رمضان. مبروك عليكم يا آل بسنبل، 250 ألف ريال يمني، وإن شاء الله آل بلعجم بيكونوا معنا يوم غد في حلقتنا الختامية مع آل بحشوان. ونبارك للجميع الحقيقة. إذن نختم حلقتنا هذه على أمل نلقاكم بإذن الله تعالى يوم غد مع أسرة آل بلعجم وآل بحشوان. كونوا معنا ونبارك في حلقتنا هذه لآل بسنبل ربع مليون ريال. دمتم في حفظ الله وأماني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.